مالك يعقوب؟ مصيبة سارة، مصيبة يعقوب. أيوة سارة، الوضع خطير، خطير جدا. الأيام اللي جاية أيام صعبة كتير سارة. ممكن أفهم بتتكلم عن إيه يعقوب؟ الحرب سارة. حرب يعقوب؟ أيوة، حرب مع مين يعقوب؟ مصر يا سارة. كلام إيه اللي بتقوله يعقوب؟ هي دي الحقيقة سارة، جيش الدفاع بيفكر في الهجوم على مصر. انت مرهق يعقوب ومحتاج ترتاح. أنا عارف بقول إيه سارة. الاجتماع الأمني اللي انتهى من ساعات كان بيدرس الهجوم على مصر، هو ده الحل الوحيد من وجهة نظرهم للخروج من الأزمة. أزمة إيه يعقوب؟ الأزمة اللي احنا بنمر بيها سارة، الحصار. حصار يعقوب؟ أيوة سارة، إسرائيل بتموت يا سارة. تموت يعقوب؟ أيوة، الحصار أصبح غير محتمل، مفيش أي فرصة للتراجع. الحل الوحيد قدامنا القفز للأمام، الهروب للإمة. أول مرة مقدرش أفهمك يعقوب. الخريطة بتتغير سارة، كل الظروف ضدنا، ظهرنا انكشف يا سارة. وأصدقائنا يعقوب؟ احنا ملناش أصدقاء سارة، احنا لينا أعداء. مش بقولك الخريطة بتتغير يا سارة، الصداقة والمصلحة شيء واحد، يبدأوا مع بعض وينتهوا برضو مع بعض. أنا لازم أسافر أمريكا يعقوب وفي أسرع وقت. مش هيفيد يا سارة، مش هيفيد. أصدقائنا في حاجة لينا يعقوب. إحنا واحد يعقوب. أصدقائنا في حرب وجود يا سارة، هما كمان تحت الحصار. أمريكا دولة عظمى، إمبراطورية سارة، القطب الأوحد اللي بيحكم العالم، معادلة ثابتة من سنين طويلة. أي تغيير هيطرق عليها ملوش غير معنى واحد، النهاية يا سارة. الإمبراطورية تنهار، مفيش عودة، هيكون في إمبراطورية تانية. أصدقائنا هم الطرف الأقوى يعقوب. لا سارة، مفيش محارب مهما بلغت قوته يقدر يواجه أكتر من عدو واحد في وقت واحد، خاصة لو كان العدو ده بنفس قوته. الروس يا سارة بيستعدوا لاجتياح أوكرانيا، أول خطوة بياخدوها في طريقهم لاستعادة مجدهم القديم، الاتحاد السوفيتي سارة، الإمبراطورية العظيمة اللي أسقطها أصدقائنا من أكتر من 30 سنة، 25 ديسمبر 1991 يا سارة. الروس اختاروا التوقيت ده للعودة من تاني يا سارة. أصدقائنا يمنعوهم يعقوب؟ مش ممكن سارة، لأن في عدو تاني بيتربص بيهم ومنتظر لحظة سقوطهم، ومش هيتردد ولو لحظة واحدة إنه يقضي عليهم لو الفرصة جت. أي مواجهة بين الروس وأصدقائنا ملهاش غير نتيجة واحدة، إن طرف تالت هو اللي هيحكم العالم. التنين الصيني سارة، التنين هيلتهم رعاة البقر. الروس اختاروا التوقيت الصح، لعبوها صح يا سارة. الروس مش خطر على أصدقائنا وبس يعقوب. أبناء القارة العجوز مش هيكونوا كارت يتحرق في إيد أصدقائنا سارة. أوروبا تعيش في الظلام من غير الغاز الروسي. الروس يا سارة نجحوا في وقف إمدادات الغاز لأوروبا من أي دولة تانية غيرهم، منعوها من الأساس إنها تتمد. احتلوا المواني السورية على البحر المتوسط علشان يمنعوا أي خطوط غاز إنها تتمد من خلالها وتبقى بديل للغاز الروسي. الأوروبيين وافقوا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا، خاصة بعد الأمريكان ما رفعوا شعار أمريكا أولاً. المصالح لما بتتعارض يا سارة كل طرف بيقول يلا نفسي. الأوروبيين هيدوروا على مصلحتهم مع أطراف تانية، ويمكن مع كل الأطراف. أصدقائنا أصبحوا واحد من ضمن، مش الكل في واحد يا سارة. الأوكراني يعقوب هيدافعوا عن أراضيهم.
الأوكران سارة، ما فيهمش جمال عبد الناصر، دول ناس عاقلين سارة. أوكرانيا لوحدها ما تقدرش، ما فيش قوة على الأرض هتمنع الروس عن حلمهم. أوكرانيا هتستسلم سارة وبدون مقاومة. لكن أصدقائنا يعقوب مش هيستسلموا لإرادة الروس. مفيش حرب تالتة بين أصدقائنا وبين الروس يا سارة. لو فتحت الشباك اللي وراك ده وبصيت على العالم منه هتلاقي عالم جديد، عالم مفيش طرف واحد بيحكمه. التنين الصيني ورعاة البقر قوتين هيحكموا اقتصاد العالم. أصدقائنا مش هيبقوا القوة العسكرية الوحيدة المسيطرة على العالم. بعد إمبراطورية الدب الروسي ما تعود للحياة، أصدقائنا سارة مضطرين يتخلوا عننا، وإحنا لازم نفهم ده. وأعدائنا يعقوب؟ إحنا كمان سارة ما نقدرش نواجه أعدائنا بدون دعم أصدقائنا. إسرائيل بتموت سارة، الحصار غير محتمل، الأعداء لهم أزرع في كل مكان. أي مواجهة بيننا وبينهم مش هيكون من الصعب عليهم يخنقونا سارة. إحنا نقدر ندمر حلمهم يا يعقوب، ارجع للتاريخ هتعرف إننا نقدر. نقدر سارة، لكن ما نقدرش نتحمل الرد، ما نقدرش نمنعه. إنهاء حلمهم معناه تعليمات هتصدر بضرب الداخل الإسرائيلي القلب يا سارة. مش هيترددوا لحظة واحدة في تدميرنا. ظهرنا انكشف يا سارة، ظهرنا انكشف يا سارة. ندمرهم يا يعقوب. دول مش دول سارة، الحرب ضد الميليشيات العسكرية حرب مش ممكن يتكتب لها النجاح أبدا. أعدائنا فرضوا علينا حصار سارة. شركائنا الجدد يعقوب، أعداء لنفس العدو، العدو واحد يعقوب. شركائنا الجدد أضعف بكتير مننا يا سارة، هيكل فارغ. ننشئ قواعد عسكرية على أراضيهم يعقوب ونحاصر العدو. نجمع بين قوة المال وقوة السلاح يعقوب. اتأخرنا كتير سارة، أي تحركات لقواتنا خارج الحدود هتبقى أهداف سهلة للعدو، هيدمروها سارة. شركائنا الجدد سارة بدون حماية أصدقائنا هم كمان هيموتوا. ميليشيات محدودة بأبسط القدرات العسكرية في اليمن قدرت تخنقهم. العدو سارة على بعد خطوات من امتلاك السلاح النووي، مفيش قوة هتمنعه. هم كمان سارة بيحلموا بعودة الإمبراطورية القديمة، مملكة فارس. إحنا في أزمة كبيرة سارة، الحل الوحيد قدامنا مصر. عدو جديد يعقوب، الهروب للأمام سارة. ده جنون يعقوب. المصريين سارة بيتفاوضوا مع دول وسيطة علشان يحصلوا عن طريقهم على طائرات السوهوي الروسي، بيحاولوا كل الطرق، وفي حال نجحوا وحصلوا عليها مش هيكون لينا أي تفوق عسكري عليهم. الاف 35 الأمريكية السلاح الفاصل في أي معركة بيننا وبينهم والمحظور عليهم امتلاكها هيقابلها السخوي الروسي. ساعتها المعركة هتبقى متكافئة سارة، ده غير إنهم بيمتلكوا أسلحة تانية ممكن في أي مواجهة تشكل خطأ علينا. هو ده السلاح اللي مصر تملكه يعقوب؟ لا سارة، لكن أكيد هم عارفين إن إحنا ما قدمناش حل تاني غير الهجوم عليهم، علشان كده بيحاولوا بكل الطرق يعادلوا قوتهم معانا. مش لازم ينجحوا سارة، مش لازم ينجحوا سارة. ليه مصر يعقوب؟ قناة السويس، قناة السويس يا سارة. القناة يعقوب؟ إسرائيل بدون السيطرة على قناة السويس، أهم ممر ملاحي في العالم، إسرائيل تموت. في حال نجحنا في فرض سيطرتنا عليها هنفرض على العالم كله التدخل لحماية مصالحه وحمايتنا. تفكير شيطان يعقوب. الشيطان سارة دايما له حضور معانا، ويمكن يكون هو سر قوتنا. وهم يعقوب، مش هيتحقق. مفيش حل تاني سارة، الوهم لازم يتحول لحقيقة. انت مجنون يعقوب.
ما اقدرش اشوف الحقيقة سارة، مش شايف غير الموت فيها سارة. احنا هنموت يعقوب. يمكن سارة، لكن انا مش عايز اموت يعقوب. نهرب سارة، نهرب، نسيب اسرائيل. ايوة يعقوب، نروح اي بلد تاني. اسرائيل مش بلدنا يعقوب، دي ارض محتلة. احنا لازم نرجع الحق لاصحابه. انا عمري ما كنت راضية عن اللي احنا فيه ده. اسرائيل دولة عنصرية ومتستحقش تعيش. تسكت اسرائيل، تسكت، تسكت اسرائيل. بس نروح فين يعقوب؟ انا اعرف صديق في افغانستان سارة، تورا بورا، نروح هناك سارة. افغانستان يعقوب؟ لا يعقوب، روح انت، انا هقعد هنا. دي بلدنا برضو ولازم ندافع عنها. نسيبها لمين؟ تحيا اسرائيل، تحيا اسرائيل. بس هي تسيبنا ناحيه.